هي بتقول طبعا هل حدث زياده في مخصصات برامج الحمايه الاجتماعيه؟ اه طبعا يسمحها حدث زياده بمعدل 48.8%، معدل الزياده في الموازنه من 22 23 23 24. كان حجم المخصصات في الموازنه الماليه 22 23 358.4 مليار جنيه، زادت بمعدل 48.8% في الموازنه الماليه 23 24 تمام، بتصل الى 529.4 مليار جنيه.